بسم الله. الميموري هيراركي، ايه مشكلتنا في الميموري دلوقتي؟ مشكلتنا في الميموري اللي احنا عندنا اختيارين، يا كبيره، بس لو حصل اللي احنا عملنا ميموري كبيره هتبقى ايه؟ هتبقى بطيئه. وديت ملاحظات على حكايه كبيره وبطيئه ديت. يعني قال لك لو هي اس رام كانت 512 بايت بس، يبقى احنا هنشتغل في الاكسس تايم هيبقى في السب نانو سكند، لكن لو الاس رام كانت من كيلو بايت ل 1 ال 1 ميجا هتبقى نانو سكند. الدي رام اللي هي دلوقتي هتلاقي الدي رام عندك جيجا او 2 جيجا او 4 جيجا، صح؟ دلوقتي الموجود دلوقتي 4 جيجا، صح؟ 4.8 هتلاقي شغاله بايه بقى؟ 50 نانو سكند. 50 نانو سكند ده رقم كبير بالمناسبه، هو رقم كبير مش صغير، يعتبر كبير، لان لو بصيت كده فوق بص الاس رام شغاله في قد ايه؟ صب نانو سكند، يعني مش نانو سكند حتى، ده كسر النانو سكند. طيب وهكذا بقى الهارد ديسك تيرا بايت هتلاقي مثلا 10 مللي سكند، الاكسس تايم 10 مللي سكند، ده رقم كبير جدا، يعني حاجه بطيئه جدا. طيب بس طبعا ديت خلاص انتهت، دي خلاص انتهت، ممكن نقول السلايد دي قديمه شويه، لان الهارد ديسك دلوقتي في ريبليسمنت ليه اللي هي الايه؟ الاس اس الاس اس دي، صح؟ الاس اس دي دوت هيبقى ريبليسمنت ليه. هو كان مشكله الهارد كله الميكانيكال بارتس اللي جواه، في دراع جوه وبيترفع هيد وبيتحرك وتلف الاسطوانه ده بقى السيكوينشال، ما لازم ترفع الاسطوانه وتلفها لغايه لما توصل مكان محدد فيها، تنزل عليها الدراع وتبتدي تقرا، وبرضه هتقرا سيكوينشال عشان تقرا تراك. ده في الفايل ستراكشر، صح؟ ده في الفايل ستراكشر. دي خلاص انتهت، تقدر تقول انتهت يعني خلال 5 سنين من دلوقتي، يمكن اقل من كده، احتمال كبير خالص ما تلاقيش هارد ديسك خالص، هيبقى رخم على الايه؟ فلوبي ديسك مثلا. زمان في حاجه اسمها فلوبي ديسك، كانت مطلعه عنينا. كنا احنا ايامنا، انتوا دلوقتي بتعملوا التاسك وتجيبوه على الفلاش او تبعته على الميل، احنا لسه هنجيبه، صح؟ ايامنا كان الميل كان هوت ميل مديه 1 ميجا، الاول بدات 512 راحت عملت ابديت ادتك 1 ميجا، يعني انت تقدر تشيل رسائل لغايه 1 ميجا، تقعد بقى تمسح كل يوم بقى، كل يوم تمسح وتدخل النت بكارت، وحوارات عجيبه كده كنا بنتعرض لها. كنا عشان نعمل تاسك بنجيب 10 ديسكات، لان في 9 هيطلعوا بايظين، مليون في المية. في 9 ديسكات بايظين. ليه؟ ما تعرفش. هتلاقي واحد بس هو اللي اشتغل في الاخر كده. تمام؟ ده بالنسبه للفلوبي ديسك. طيب الفاستر مور اكسبنسيف دوت طبعا عكس الكلام اللي احنا قلناه في الاول. طب احنا عاوزين بقى الاثنين، عاوزين نوصل للخاصيتين، عاوزين حاجه سريعه ومساحتها كبيره، طب نتصرف ازاي؟ نتصرف ازاي بقى عشان نحقق الموضوع دوت؟ عاوزين ميموري سريعه ومساحتها كبيره، بس احنا ما نقدرش نعمل كده في ميموري واحده، فهنعمل حاجه، هنتصرف بقى، هنعمل الايه؟ الميموري هيراركي. ازاي؟ في ميموري سريعه خالص وميموري بطيئه خالص، بس البطيئه خالص دي كبيره، هنروح حاطين حاجه في الوسط اسرع من دي شويه، لكن ايه؟ ابطا من دي شويه، ولو طلعت اللي لسه برضو المسافه بينهم كبيره، يعني دي لسه سريعه خالص واللي حطيناه في الوسط بطيء شويه، هنبقى حاطين حاجة في الوسط بينهم، فظهر الميموري ايه؟ هيراركي. تمام؟ والحاجات اللي في الوسط ديت اللي احنا هنسميها بعد كده الايه؟ الكاش. طب ايه الميزة اللي زودناها لما احنا حطينا حاجات في الوسط؟ ميزة اسمها اللوكاليتي. اللوكاليتي. واللوكاليتي هنا أقرب ترجمة ليها بالعربي اللي هي كلمة التجاور، اللي هينتج عنها
prediction. تمام؟ يعني ايه بقى الكلام دوت؟ هنعرفه. انا ليه ترجمتها لكم بالعربي؟ لان ممكن locality نتيجه اللي انت تعرضت لكلمه local في حاجات كثيره في حياتك. كلمه local ليها معنى ثاني كترجمه حرفيه عندك. فانا ترجمتها لك بكلمه التجاور دي. حاجه مجاوره للحاجه. تمام؟ نفهم بقى الكلام دوت. فكره اللوكاليتي كلها اللي انا لو عندي حاجه لسه مطلعها في الميموري فديت حاجه كويسه جدا عشان تدلني ايه اللي انا هطلعه من الميموري بعد كده، او ايه اللي انا اعمل له الحاجه اللي انا هطلعها في الفيوتشر بالنسبه للميموري دي. تمام؟ ازاي؟ عندي نوعين، حاجه اسمها التمبرال لوكاليتي وديت تفسيرها كده ببساطه لو حد بيعمل حاجه بشكل دائم في وقت صغير مثلا او وقت معين فالاكيد اللي هو هيعمل حاجه ديت مره تانية بعد كده. تمام؟ زي كل مره لما ببدا الفيديو بقول ايه؟ بسم الله. فانتوا اتعودتوا تقولوا لي بسم الله وعارفين التوقيت بتاعها. كان في واحده زميلتنا هنا كل مره ايه؟ ودي حاجه كويسه. تمام؟ ديت بالنسبه لايه؟ التمبرال كواليتي. وهنعرف دي معناها بالنسبه للميموري ايه؟ الحاجه الثانيه السباتشال لوكاليتي. السباتشال لوكاليتي ديت لو حد بيعمل حاجه معينه غالبا هيعمل حاجه شبهها في المره الجايه او قريبه منها. من هنا بقى جت معنى اللوكاليتي اللي انا بكلمكم عليه. ازاي؟ لو في زميلنا هنا مثلا متعود يقعد جنب زميلنا ده فغالبا المره الجايه هيقعد جنبه، ممكن يقعد جنبه ورا بس غالبا هيقعد جنبه. فانا عارف دول شله مع بعضيهم ودول شله مع بعضيهم، صح؟ تمام؟ دي بنسميها الايه؟ السباتشال لوكاليتي. زي مثلا حنان وحنان، عاده ايه؟ حنان وحنان بيقعدوا مع بعض، صح؟ تمام. طب نطبق بقى الكلام ده على الميموري. بالنسبه للميموري بقى ايه هي التمبرال لوكاليتي والسباتشال لوكاليتي؟ مثلا التمبرال لوكاليتي بالنسبه للميموري عندنا مثلا برنامج الاوفيس عود نفسه كل ما هيشتغل هياخد من الادرس الفلاني للادرس الفلاني من 100 ل 1000، هو عود نفسه على كده. فاكيد المره الجايه لما هيشتغل هياخد منين؟ من الادرس 100 ل 1000. عاده الجهاز بتاعك مع انه مشتغل على دايناميك اي بي، الراوتر بتاعك دايناميك، انت مشغل اتش دي اتش سي بي، انا اسف دي اتش سي بي. تمام؟ انت مشغل دي اتش سي بي. المفروض الدي اتش سي بي اللي هو كل مره هيطلع نيو اي بيز. لو في ثلاث اجهزه كل مره لو الجهاز ده فصل واشتغل تاني هيديله اي بي جديد. لكن غالبا هتلاقيه بيديله نفس الاي بي. مع انه دي اتش سي بي بس غالبا هيديله نفس الاي بي عشان يريح دماغه. هو امتى يطلع له اي بي جديد؟ لو في جهاز جديد بقى دخل للمجموعه. تمام؟ فديت التمبرال لوكاليتي. طب بالنسبه للسباتشال لوكاليتي؟ بالنسبه للسباتشال لوكاليتي زي البي سي كاونتر او الاريز. عادة احنا بنزود على البي سي قد ايه؟ 4. يبقى المرة الجاية غالبا هيبقى 4. إلا بقى لو عندنا برانش، صح؟ أو عندنا جامب. لكن غالبا ايه؟ هنزود 4. ثواني كده. وزي الاري. لو أنت بتقرا اري وقريت إيليمنت منها يبقى غالبا المرة الجاية لما تقرا من الميموري هتقرا مين؟ الاليمنت اللي بعدها مجاور ليها شويه، صح؟ وغالبا المره اللي بعديها يبقى اللي بعدها. واضح؟ ديت هتفيدنا كتير جدا. ازاي؟ بناء على اللوكاليتي ديت الحاجات او الستيجز اللي حطيناها في الوسط هنا هي اصغر من دي لكن اسرع منها شويه.
فنقطع حتة من دي على بعضها ونحطها فين؟ هنا. يبقى احنا كده ايه؟ بدل ما كل مرة هناخد الحتة ديت من هنا، الديتا ديت من هنا، البلوك بدل ما هنقرا element element منه من هنا، خلاص ما احنا اخدنا جزء منه هنبقى نقراه فين؟ في الجزء اللي فوقيه. طب لو الجزء ده برضه لسه بطيء شوية هنقطع منه حتة وناخدها منين؟ من هنا. وهكذا. لقوا في الآخر اللي انت فعلا ممكن بالطريقة دي تحقق ميموري كبيرة جدا وايه؟ وسريعة جدا. بخاصية الايه؟ اللوكاليتي. فهمتوا الفكرة؟ دوت بالنسبة عشان كده بيقول لك الميموري هيراركي. تمام. احنا عرفنا الميموري لوكاليتي. ومن هنا ظهر الكونسبت بتاع الايه؟ الكاشن. هنبتدي بقى نتكلم على الكاشنج بقى بصفة خاصة. الكاشنج زي ما قلت دلوقتي ان انت هتجيب ستيج وسيطة هي لا سريعة زي اللي فوقيها ولا بطيئة زي اللي تحتيها، لكن أكبر من اللي فوقيها وأصغر من ايه؟ من اللي تحتيها في السايز. هنعمل ايه بيها؟ هناخد جزء من الميموري البطيئة نحطها فيها، لأنها نحط الجزء البلوك دوت في في الوسيط. تمام؟ بحيث الميموري السريعة بدل ما كانت تكلم البطيئة خالص تكلم ايه؟ تكلمها هي أسرع شوية تعرف ترد عليه. واضح كده؟ ديت المين ايديا، وديت متطبقة تقريبا في كل حاجة. احنا ممكن نطبقها في حياتنا اليومية نفسها. مثلا عندنا هنا البوك شيلف انالوج، أو المثال بتاع البوك شيلف. البوك شيلف انالوج لو أنت عندك مجموعة من الكتب. لو أنت عندك مكتب بس وعندك كتب كتير في المكتب ده، بس أنت الترم دوت وراك خمس مواد أساسية اركتكتشر وبرولوج وسوفت وير انجينيرنج وهكذا. طب احسن حاجه تعملها ايه؟ تحط الكتب دي فين؟ على الديسك بتاعك. تمام؟ طيب الكمبيوتر اركتكتشر لوحده ثلاث كتب، لكن الكتاب اللي هو بي اند اتش ده اكتر واحد بتجيبه صح؟ خلاص يبقى هو البي اند اتش ده احطه عندي هنا على الديسك، وفي المكتبه اللي قدامي ارص كتب مين بقى؟ الاركتكتشر جنب بعض. وهكذا. تمام؟ وهكذا. دوت في حد ذاته كاشنج، ما انت عملت كاشنج على الديسك بتاعك. وعملت كاشنج بعديها على ايه؟ على المكتبة. والكتب الزيادة انت ما بتستخدمهاش خالص، أو يعني ممكن تحتاجها، احطها تحت السرير. عندي، ما أنا مش هأكسسها كتير. وبرضه لسه في كتب أزيد، ديت بقى هحطها بقى عندي في المخزن ولا حاجة. فإحنا عاملين مراحل من الكاشنج، صح؟ وهكذا. تلاقي مامتك في المطبخ. يعني تجيب مش عارف بصلتين وبتاع في الدولاب بتاع الخزين صغير، لكن بقيه التوم نعلقه في البلكونه، ما ده كاشن. تمام؟ وفي ايه تاني؟ فاحنا بنعمل الكلام دوت باي ديفولت. طيب فهنا بقى نتيجه الكلام اللي انا قلته لكم دوت ظهرت ايه بقى؟ الليفلز. يقول لك عندك L1 كاش و L2 كاش و L3 كاش. تمام؟ ده معناها ان كل واحدة منهم على مسافة مختلفة منين؟ والبروسيسور. أقرب حاجة للبروسيسور من الميموريز، من أنواع الميموري المختلفة هي إيه؟ لا مش كاش، في حاجة أسرع منها. ريجسترز، ما ده يعتبر كاش. ما ريجسترز تعتبر كاش. بعديها الـ L1، بعديها الـ L2، بعديها الـ L3 وهكذا. الفرق بينهم الميموري دي اكبر حاجه، هاخد منها حته على بعضيها، بلوك على بعضه، احطه في ال L3. ال L3 اكبر شويه من ال L2، هاخد منها جزء، احطه في ال L2، هاخد منها جزء، احطه في ال L1، هاخد منها ايتمز او اليمنتس واحطها فين؟ في ريجسترز، اللي هو بقى البايت اللي احنا هنعمل عليه بروسيسنج على طول. تمام. تمام. وده ليه عملنا اكتر من ليفل؟ لان احنا زي ما احنا عارفين عاوزين كاش اكبر. كل ما الكاش كبرت كل ما يكون احسن، بس الكاش مكلفه. تمام؟ وما ينفعش كمان الكاشز ديت ما ينفعش كلها تحط جوه نفس الباكج بتاعت البروسيسور، فهنضطر نحطها في اماكن مختلفه وهكذا. يعني احنا محكمين بالديزاين ومحكمين بالكوست ومحكمين بحاجات كتير. احنا دلوقتي بنفتح توبكس، انت بعد كده
تيجي تفكر دماغك تفكر في الموضوع ديت هتفهم اكتر ان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله. طيب ازاي بقى نعمل مانجمنت لكل الميموريز اللي عندنا ديت في الهيراركي دوت؟ عندك طريقتين، مانوال واوتوماتيك. والمانوال دوت يعني البروجرامر هيطلع عينه، بس فيها مزايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه مانجمنت؟ هو انا هاخد قد ايه من الميموري احطه في الكاش، هاخد بلوك السايز بتاعه قد ايه عشان اعمل له كوبي في الكاش. يعني الميموري عندي مثلا الميموري 4 جيجا والكاش عندي 3 ميجا، هاخد من الميموري 3 ميجا في المره واحطها في الكاش، ولا اخد من الميموري 2 ميجا واحطها في الكاش، ولا اخد من الميموري 1 ميجا واحطها في الكاش؟ مين اللي مسؤول عن كده؟ لو انت اللي بقيت مسؤول طبعا هيطلع عين، تتعب جدا، بس في نفس الوقت ليها مزايا تانية. ممكن يكون البروجرام اللي انا بشغله اصلا مش محتاج هو كله على بعضه في الميموري قد ايه؟ 1 ميجا. يبقى انا لو قريت 3 ميجا من الميموري وحطيتهم في 3 ميجا في الكاش، طب انا ضيعت وقت وضيعت كهرباء، صح؟ يبقى كان احسن لي ان انا اقرا 1 ميجا بس من الميموري. تاني، في برنامج انا بستخدمه كل الميموري بتاعته اللي هو محتاجها كلها على بعضها 1 ميجا، برنامج صغير، تمام؟ لو انا الكاش عندي 3 ميجا، لو انا كنت بقرا بقى 3 ميجا من الميموري حطيتهم في الايه؟ في الكاش، يبقى ضيعت قرايه قد ايه؟ 2 ميجا قريتهم على الفاضي، ما انا مش محتاجهم. فاهمين الفكره؟ ديت نقطه كده توضح لك ايه الفرق بين المانيوال والاوتوماتيك. فالمانيوال عيبه اللي هو انت هتتعب جدا، لكن ميزته انت متحكم في كل حاجه وتقدر تختار. الاوتوماتيك هو اللي انا قلته ده بقى، الجهاز لوحده بيشيل نسب معينه من الميموري ويرجعها للميموري، وبالنسبه للنسب ديت هيشيل منها جزء تاني ال2 وهكذا، تمام؟ دوت اللي بيسموه الاوتوماتيك. ايه الميزه بتاعته؟ اللي انت ما بتشغلش بالك بالكلام ده، انت بتتعامل مع الميموري وخلاص، ما تعرفش مين الكاش ومين الميموري. واضح كده؟ تمام. ديت طبعا الرسمه ديت انتوا اكيد شفتوها كتير. ازاي بيعرف؟ الاي اكس اي نفسه هو مساحه البرنامج. اي برنامج هو عباره عن اي اكس اي، صح؟ اكسكيوتابل فايل. اكسكيوتابل فايل دوت بيبقى متسجل فيه بالظبط كل الحاجات اللي هتحط في الميموري، هو بيتشال زي ما هو كده يتحط في الميموري، ولو في حاجات دايناميك بعد كده هيجيبها وهو بيعمل لود ويحطها في الميموري. يعني الاي اكس اي نفسه هو اللي بيحدد السايز. اتفضل. الرسمه ديت شغاله بقى يعني على كل الميموري اللي عندك، ودخلنا فيها الفيرتشوال ميموري. طبعا انت مستغرب ديت طبعا الريجستر زي دي الريجسترز دي اللي في البروسيسور، تمام؟ ديت يا دوبك 32 وورد بالكتير، يعني عندك اي اكس وبي اكس وسي اكس، ده انت عارفهم بالاسم، تمام؟ عندك بعد كده ال1 كاش بتبقى عددها 32 كيلو، عندك بعد كده ال2 كاش بتبقى من 512 ل 1 ميجا، تمام؟ طبعا الحاجات دي اختلفت دلوقتي، عشان كده قال لك في ال3 كاش سابها لك مفتوحه، يقول لك 3 ميجا ال3 كاش، صح؟ عاده كده لما تيجي تشتري بروسيسور ولا حاجه يقول لك البروسيسور دوت عليه 3 ميجا وال3، وانت تفتكر بقى اول ما تسمع ال3 ده ايه؟ ده جامد، يعني الفيرجن الجديد بالكاش، صح؟ صح؟ ما بيحصلش؟ ما يعني ما حدش يعني مثلا سمع ايه الراجل كده راح مثبته، قال له راح قال له ده عليه 3 ميجا ال 3، فاهم؟ فكده انت بقى ايه؟ الحمد لله ده عليه ال 3 يا عم. طيب ال 3 كاش، طبعا ال 3 دي بطيئه مش سريعه،
ال 3 بطيئه مش سريعه، بس حلو لو هي مساحتها زادت. وهو عاده بيتكلموا على المساحه فعلا دلوقتي على ال 3 عموما، لان ال 2 وال 1 اكيد في بدل في ال 3 اكيد في ايه؟ ال 2 ال 1. طبعا لو مساحه ال 2 وال 1 دي هي اللي كانت كبيره يبقى كده يعني ايه؟ ده البروسيسور النهائي طبعا. طيب مساحتهم لو زادت هيبقى حاجه كويسه جدا. ما هم هي طبعا سرعتهم هتقل سنه، لكن هم التكنولوجي بتاعتهم مختلفه اصلا، يعني دي مصنوعه من حاجه غير دي غالبا كده، غالبا بيبقى مصنوعه من حاجه مختلفه عشان يعمل فرق السرعه الكبير ده. ما احنا قلناها دي، لان ليه احنا محتاجين ال 3 ال 2 ال 1 ليه؟ لان ال 3 مالها كبيره لكن ايه؟ بطيئه. هناخد منها حته نحطها في هناخد منها جزء او بلوك نحطه في ال 2. ال 2 ماله؟ اسرع شويه بس اصغر شويه وهكذا. طيب فبعد كده ال 3 بعد كده المين ميموري، بعد كده هتستغرب هو الديسك دخل معاهم ليه؟ لا ما هو الديسك نفسه ممكن تاخد منه قطعه تستخدمها كايه؟ كميموري. اللي احنا في الويندوز بنسميها فيرتشوال ميموري، وفي اللينكس بنسميها ايه؟ سواب. واضح؟ تمام كده. لو عملنا اناليسيس للليتنسي هنعمل اناليسيس بقى للتايم اللي احنا بناخده عشان نجيب قيمه من الميموري. الميموري بقت هي كل الهيراركي ديت دلوقتي، ما بقتش الميموري المين ميموري، هنعتبر الميموري هي ايه؟ كل الهيراركي دي كلها، كل دي الميموري. طب الليتنسي بقى هنحسبه ازاي؟ قال لك الليتنسي دلوقتي عندنا كالتالي. هنتخيل ان احنا هنجيب حاجه من الميموري عموما، وهنتخيل الهيراركي هو 2 ليفل، تمام؟ فالحاجه اللي احنا هنجيبها من الميموري ديت لو لقيناها في اول ليفل يبقى احنا كده عملنا ايه؟ هيت. لقيناها في ال1 كاش مثلا، هنعتبر كل اللي احنا بندور عليه موجود في ال1 او ال2. حلو؟ موجود في الاثنين دول بس، ما عندناش ميموري ثانيه. لو اللي احنا بندور عليه لقيناه على طول في ال1 يبقى كده حصل ايه؟ هيت. لقيناه على طول. تمام؟ في الحاله دي التايم هيبقى تي سمول اي. هنعتبر اي دلوقتي هي واحد او اثنين. يبقى تي سمول اي. لكن ممكن ما يطلعش تي سمول اي، ممكن يكون مش موجود في ال1، موجود فين؟ في ال2. يبقى الوقت الحقيقي هو ايه؟ تي كابيتال. طب تي سمول حسبتها ازاي؟ دي سهله، اللي احنا لقيناها في ليفل 1 على طول. تمام؟ انما تي كابيتال اللي احنا دورنا عليها في تي بوقت اسمه تي سمول فما لقيناهوش، فزودنا عليه وقت كمان هنعرفه قد ايه بالظبط، بقى الوقتين على بعض الايه؟ التي كابيتال. تمام كده؟ طيب احتمال ان احنا نلاقي الحاجه ديت في الليفل الاولاني هو ايه؟ هيت. واحتمال ان احنا ما نلاقيهوش هو ايه؟ مس. طب مجموع الاحتمالين على بعض هو واحد، يا هنلاقيه يا ما نلاقوش. صح؟ يا هنلاقي الحاجه ديت يا مش هنلاقيها. يبقى دوت احتمالهم مجموع الاحتمالين ايه؟ على بعض واحد. طب ليه انت عملت الاحتمالين دول؟ لان احنا في وقت احنا عارفينه اللي هو تي سمول اللي انت لقيتها على طول. هنتخيل ان احنا عشان نجيب قيمه من ال1 بناخد 1 نانو سكند. هنتخيل كده، حلو؟ يبقى انا لو لقيت القيمه دي على طول يبقى انا كده اخدت قد ايه؟ 1 نانو سكند. بس احتمال ان انا ايه؟ ما لقاهاش، يبقى اخدت 1 نانو سكند وهضطر ادور على اللي بعديها اللي هي بتاخد مثلا 3 نانو سكند، يبقى الوقتين على بعض قد ايه؟ 4. بس ده مش ثابت كده، ده حسب احتمال ايه؟ سواء انا لقيتها او سواء انا ما لقيتهاش، يبقى الاحتمال ده داخل في الحسبه. تعال ندخله في الحسبه بقى. قال لك كالتالي، هو عباره عن هيت احتمال اللي احنا نلاقيه في الوقت اللي احنا نلاقيه في الكاش الاولانيه، يبقى اتش في تي اي، تي سمول اي، زائد اللي حصل مس، النسبه بتاعت اللي يحصل عندنا مس في ايه؟
في التي اي تاني. في حاجه هندور عليها والميموري اللي عندنا اللي احنا بندور عليها هي عباره عن L1 وL2. اول حاجه هندور فيها مين؟ L1. والوقت اللي بناخده من L1 بيساوي قد ايه؟ تي سمول. واحتمال اللي احنا لقيناها اللي هو الاتش، يبقى القيمه اللي احنا لقيناها في L1 يبقى بتساوي كام؟ اتش في تي. صح؟ صح كده؟ طب احتمال اللي احنا ما نلاقيهاش هو ايه؟ ام. طب لو احنا ما لقيناهاش هنضطر نعمل ايه؟ هنضطر نجيبها من الميموري اللي بعديها، والميموري اللي بعديها اللي هي ايه؟ تي اي زائد 1 اللي هي تي 2 عندنا دلوقتي، صح؟ بس لو احنا لقيناها في الميموري اللي بعديها L2، ما احنا اكيد مرينا على مين؟ على تي، عشان كده ضمناها في الحسبه. تمام؟ ديت بقى لو عملتها بقى شغل رياضه عادي خالص، فكيتها انت بالرياضه، هتضرب مثلا ام اي في تي اي، وام في تي اي زائد 1، تمام؟ وتجيب الاتش تي اي زائد الام تي اي، وتطلع منهم التي اي هيتبقى في قوس ايه؟ اتش زائد ام، والاتش زائد ام بايه؟ بواحد. يبقى الحته دي لو فكينا الاقواس هتتصفى في الاخر على ايه؟ تي اي زائد ام في تي اي زائد 1. يبقى وكده اسهل بالمناسبه، كده اسهل. يعني شوف انا قعدت فتره قد ايه عشان اشرح لكم الوقت اللي هتطلع فيه لو ما لقيناهاش في الليفل الاولانيه، اهو منتهى البساطه. لقيناها في الليفل الاولانيه الوقت تي اي، ما لقيناهاش في الليفل الاولانيه يبقى الوقت هو احتمال هو الوقت اللي احنا دورنا فيه في الليفل الاولانيه زائد الوقت اللي احنا هندور فيه فين؟ في الليفل اللي بعده. تمام؟ دور بالنسبه للاناليس. طيب حلو قوي. احنا عاوزين ايه بقى في المعادله ديت؟ ده الوقت بقى الحقيقي، ده الوقت الفعلي. سواء بقى لقيناها وما لقيناهوش، ده الجنرال فورم اللي شامل الاحتمال اللي احنا لقيناها او احتمال احنا ايه؟ ما لقيناهاش. تمام؟ عاوزين ايه في المعادله دي؟ عشان نخلي الليتنس قليله. عاوزين نعمل ايه؟ نقلل ده جدا في حاله اللي هي مش موجوده في ليفل 1، واكيد هنعدي على ليفل 1 وهنروح لليفل 2. يبقى احنا محتاجين نقلل ايه؟ الوقت بتاع ليفل 1. وفي نفس الوقت عاوزين نقلل مين؟ الوقت اللي يحصل ميس، ما احنا مش عاوزين نجيبها من ليفل 2. تمام؟ فاكيد عاوزين نقلل البروبابيلتي بتاعت احتمال اللي هي تكون في ليفل 2 مش ليفل 1، او الميس يعني. والميس بتاع ليفل الام ديت هي بالنسبه بالليفل اللي قبليها، وفي ام غيرها بعد كده. بالنسبه لايه؟ الليفل اللي قبليها وهكذا. عشان كده بيقول لك ده ايه؟ ريكيرسيف ليتنسي ايكويشن. يعني لو ديت عندنا يبقى تي اوف 1 تي كابيتال اوف 1 بتساوي تي سمول اوف 1 زائد ام 1 في تي اوف 2، وتي اوف 2 نفسها بتساوي ايه؟ هي كمان ليها معادله وهكذا. عاوزين نستفاد منها ايه؟ اللي احنا عاوزين نقلل المس دوت. هنقلل المس. تمام؟ وديت عشان نقللها التايم بتاع الليفل كل ليفل، يبقى ديت هنلعب في الهاردوير، هنلعب في التكنولوجي. صح؟ يبقى ديت معتمده على كوست. لكن المس ديت اللي احنا كل مره عاوزين يحصل هيت، نلاقي الحاجه في ليفل 1 ما نلاقيهاش في الليفل اللي بعديها. او لو ما لقيناهاش في ليفل 1 نلاقيها في ليفل 2، ما نلاقيهاش في ليفل 3. وهكذا. ديت بقى اللي احنا نقدر نتحكم فيها ونعمل لها ايه؟ ديزاين. وهنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. تمام. ديت طبعا ده تعليق، ده مثال على الكلام اللي انا قلته قبل كده. بيقول لك اهو لو الام 1، بيقول لك لو احنا غيرنا قيم الام ديت يعني هتفرق قد ايه في التي. فبيقول لك لو الام 1، لو احنا عندنا 2 ليفل والام 1 بواحد من 10، سوري، والمس احتمال اللي احنا ما نلاقيش الحاجه في ام 1 هي بواحد من 10، واحتمال اللي احنا ما نلاقيهاش في ام في ليفل 2 واحد من 10 برضه، يبقى الوقت كله عشان نلاقي الحاجه ديت عموما هو قد ايه؟ 7.6. وهكذا بقى هتلاقي كل ما نغير قيم الام 1 والام 2 او المسز بيختلف قيمه الترانسفير نفسه بتاعه القيمه اللي احنا عاوزين نطلعها من الميموري. طيب
ايه الخلاصه اللي عاوزك تطلع بيها دلوقتي؟ عاوزين نعمل حاجه عشان نقلل قيمه الام 1 دي. من الاخر عاوزين نعمل طريقه بحيث ان احنا كل ما ندور على بيانات تطلع لنا على طول من اول ليفل. ايه بقى الطريقه ديت؟ دوت اللي احنا هنتكلم عليه.